عسلامة ومرحبا بيكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. اليوم باش نحضروا مع بعضنا بسكوي بورد جيم بطريقه سهله وبسيطه، ما فيش برشا مكونات، البنه ما نحكي لكمش. يلا تابعوني شوفوا مع بعضنا طريقه التحضير ان شاء الله. اول حاجه باش نبداو بها باش ناخذوا 4 كعبات عظم، 4 كعبات بيض، باش نزيدوا عليهم 2 ساشيات سكر فاني. لهنا خذيتهم بنكهه الزهر والا سكر فاني العادي. باش ناخذوا عليهم كاس سكر، باش نستعملوا نفس الكاس، الكاس هذا يهز 200 مليليتر، رشه ملح. ناخذوا الفوين نركضهم بالقدي بالقدي لين يذوبك السكر، اسهل منه ما فماش البسكوي هذا، وبنين على الاخر على الاخر، يرجعك هكا للزمن الجميل. تتفكر البرج وكاس سيترونات، كل واحد كيف يسميه حسيرو. نزيدو عليه الزيت، زيت نباتي لهنا بشويه بشويه ونخلطو. نزيدو توا كاس بورتغان، اذا كان عندكم بردين قشور البرتقال مرحيه تنجموا تزيدوا مغرفه صغيره، انا ما عنديش، ولا الزيت نتاع البرتقال. كملوا تخلطوا بالقدا بالقدا. توا باش نبداو نزيدوا الفرينه. لهنا استعملت بريس كيلو فرينة، وانتي اذا كان عندك طبق صغير نجم تستعمل كعبتين عظم عليهم 500 غرام فرينة. تبيع الفرينة لازم تتغربل. نحركو هكا بشويه بشويه، نكملو نزيدو الفرينه. وبطبيعه لهنا كل واحد ونوعيه الفرينه اللي باش يستعملها، تنجم تستعمل اقل معناها تستهلك اقل من الكيلو، كيما تنجم تستعمل اكثر شويه من الكيلو. ليسونسييل تو تشوفوا في الاخر العجينه كيفاش يلزمها تكون. على الكيلو لهنا باش نزيدو 2 ساشيات خميرة حلويات، يعني 20 غرام، كل ساشي فيه 10 غرامات. كيف كيف يتغربل. نبداو توا نلمو بشوية بشوية هكا كيما تشوفو. من الأول حطيت 800 غرام وبعديكا زدتهم الكل. العجينه نتاعنا حاضره، احنا جوست باش نلموها ويزمها تكون تتلصق. ناخذ الطبق الفور، ناخذ طبق الجينواز 30 على 20، يعمل الكونتيتي باهيه تشدك جمعه كامله بسكوي هكا تنسى. كيما تنجم تستعمل شطر هكا كعبتين عظام عليهم 500 غرام فرينه، والكل معناها الغسيت الكل تقسمها على زوز. توا بعد ما دهنا الطبق نتاعنا بالزيت شرشوا عليه الفرينه، ولا تنجم تحطوا بابي كويسون، انا لهنا اسهل خاطر باش تسهل لك في حلين البات. تدهني ديك بالزيت خاطر البات تتلصق. ديما تدهن يدك وتبدا تحل بشويه بشويه على كبر الطبق، ليسونسييل تكون متساوية.
سهلة راي من با تحضر. فوالا هكا كمل نسويناها بالكدا بالكدا. مع قهيوة مع كاس جو دورانج مع كاس سيترونات تعمل كيف الحقيقة، وتسكر لك باب غوتي للصغيرات والكل. ياخذوا توا كعب عظم حطيت عليها شوية خل، ندهنوا بها البشكوت متاعنا الكل من الفوق، نحلو الفرن متاعنا على 180 درجة من الفوق ومن اللوطة. تقعد طيب مدة 45 دقيقة هكيكا. حصلوا انتوما والفور راهو مش تستعملوا، راهو وقت الطيب راهو ساديبون من الفور اللي عندك، او كتطلع عليها انتي تبدا هكا تحمار من الفوق والكل راهو سي بون. عندي لهنا هذايا جلجلين دهنت بيه الشطر اللول، عندي شوية لوز نهرسهم، نجم تدهنها الكل بالجلجلين كيما بالكاكاوية كيما تحب تخليها كيما هي انت والمتوفر عندك. حطوها توا في الفور، وهذه النتيجة ما شاء الله خليتها بردت هكا شوية. نودكم ومنشهيكم بالسكينة فكلة طراف الكل، تقصوا بطبيعة انتوما والكبر اللي تحبوا عليه، تاع المغسول تعملوها كيما للابراج، واذا كنت تحبوها اعلى من هكا بطبيعة تنجموا تصغروا في الطبق تجيكم عالية بالكدا. مي هكا راهي سافا، ريحتها فيوحة في الدار ما نحكي لكم، مش ريحة البرتقال والبسكوي تهبل. ما شاء الله طيحت كونتيتي باهية، ان شاء الله تكون عجبتكم غصه اليوم. ما تنسيوش كالعاده لايك على الفيديو، ابوني على شين يوتيوب، نستنى لي كومونتير نتاعكم. مرحبا بكم الناس الكل وصحه وبالشفاء.